فالقضية هذه لأن قضية كبيرة صعيبة، أنا تزعل لي سفراء يجيو المحكمة ويهضروا إلى آخره في الوقت اللي حنايا مازال تنقولوا أن القضاء غير مستقل والقضاء عنده مشكلة مع الأجهزة المتحكمة في البلاد ومع السلطوية. ففعلا هو فعلا صعيب، وان ما كاين حتى شي قاضي في المغرب اللي غيقبل هذه المساله هذه، لانه ماشي حر في العمليه ديالو في الراي ديالو وفي القرار ديالو. نحن نقول لهؤلاء انه في ظل هذه الصعوبه هذه اللي قدام القضاء نطالب ببطلان محضر ديال الشرطه القضائيه وديال القرار ديال الاحاله ديال قضيه التحقيق والدعوه ديال النيابه العامه في هذا الملف ما يسمى التخابر. نطالب بانه ما دام ما يقدروش يحضروا لنا هاد السفراء باش يشهدوا على هاد المساله باش يقدموا الراي ديالهم على ان عمر كتجلس لهم او ما كانش كيجلس لهم. هاد المساله هذه فيها ما فيها، وحنا كان يبان لنا على ان عمر في غياب هاد تحقيق هاد المطالب نعتبر ان المحاكمه لن تكون عادله، وسوف تتكرر محاكمه 23 تقريبا 13 جلسه في المرحله الابتدائيه ديال عمر تتكرر العملية هذه، وبالتالي أن الشروط ديال المحاكمة العادلة غائبة في هذه القضية. وكنشكر الرفاق والأصدقاء والحضور والصحفيين إلى آخره، وشكرا. شكرا سي ليس. شكرا سي ليس، وسي ليس يقرا هذه الإشارة على أي أسئلة إذا كانت من هذا الصحيح. السيدة فاتحة الشريف، إذا بغيتي تضيف شي حاجة بالنسبة للقضية ديال عمر في المحال الاستئنافية. شكرا، شكرا للحضور. بغيت نشير مساله بسيطه، المساله ديال سريه الجلسات. حنا ما عندناش اعتراض على السريه، ولكن كنطلبوا على الاقل تكون يعني الكفاءه في تنفيذ المطالب. ملي كتنفذ مطالب الطرف المدني، لماذا لا يتم على الاقل تنفيذ مطلق ولو وحيد للدفاع عمر؟ اذا هذا هو المساله. احنا بالنسبه لنا كنعتبروها انها فيها نوع من التحامل، من التحيز وتحامل على عمر، تحيز للطرف المدني. وانا ما بغيتش نشير يعني بشكل مباشر، ولكن هذا ما يظهر لنا يعني ما يبدو. بالنسبه للجلسات بشكل عام، هي جلسات كانت تتم يعني ما عرفتش، انا كنحس باننا داخل الجلسات كاننا نعيش اطوار مسرحيه بمعنى الكلمه. وهذه المساله هذه يعني احنا ما بغيناهاش تبقى تستمر بهذا الشكل. بغينا احنا عندنا ثقه في القضاء، مشينا امام القضاء، فهذا القضاء هو قضاؤنا كاملين، ماشي قضاء ديال طرف ضد طرف اخر. اذا يجب ان يستمع للكل بنفس الاذن وبنفس الشكل، ويجب عليه ايضا ان يكون يعني هناك نوع من يعني استخدام العقل. فالامور واضحه، يعني عندما تكون امام يعني طرفين، فالمفروض حنا تنقولوا القاضي كيسمع من جوج ما كيسمعش من واحد، وبالتالي الاستماع للطرفين يجب ان يكون استماعا عادلا وبنفس الشكل. السريه انا اتعجب يعني نحن كاملين يعني الجميع تيبقوا تتساءل، لان موضوع السرية فهو أو موضوع المتابعة بحد ذاتها هو موجود، وحتى الطرف المدني هو هم بدوره بما فيهم الدفاع إلى آخره قد خرجوا إلى العالم وأخبروا بأدق التفاصيل عن القضية، واتهموا عمر مسبقا قبل أن يبت القضاء حتى في المتابعة في الحكم الابتدائي، ونعتوه بالجاسوس وبالمغتصب من طرف الدفاع، وهذا في دولة تحترم نفسها. فهؤلاء يجب متابعتهم على هذه الأقوال. نحن نطلب فقط أن نكون أمام قضاء عادل يتعامل معنا كمواطنين بنفس الشكل. نحن مواطنون، نحن نؤدي ضرائب، نحن قد أدينا الكثير من يعني لهذه الدولة، ومن حق هذه الدولة على المواطنين أن تتعامل معهم بشكل بسواسية. للإشارة في موضوع حل الجلسات، احنا يعني كنقولوا بأنه عندما تكون الجلسة علنية فإنها تكون تحت أعين ومراقبة
الجميع، وبالتالي إذا كان هناك أي خطأ أو أي يعني شيء غير المعقول فالصحافة ستكتب عن ذلك، وبالتالي فنحن يكون هناك القضاء بأعين، لأن الصحافة هي أعين القضاء، فما يمكنلكش أن الصحفي يعني تقصيه من هذه العملية هذه، وبالتالي تقصي المراقبين، تقصي حتى المجلس الذي هو يعني نعتبره المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فيتم إقصاؤه حتى هو من حضور هذه الجلسة. إذا هنا تبقى التساؤل، من سيحضر هذه الجلسة، ومن سيناصر عمر، ومن سيناصر الطرف الآخر؟ إذا هذا بشكل عام. وشكرا، نتمنى أن الأمور تمر بشكل أفضل وأحسن مما يعني أتخيله أنا. كلمة الخلود. في البداية أهلا بكم، أهلا بالصحفيين اللي حضروا معنا، وكذلك الحضور والصحفيين.